après une grande expérience de l'image imprimée à هذا معرض ديال 45 سنة من الحفر، معرض خاص اللي تيجمع واحد مجموعة ديال المدارس والتجارب في عالم الحفر والطباعة بصفة الطباعة الفنية بصفة عامة، وهي واحد الجزء تقريبا واحد 5% من مجموعة التي تتوفر عليها مدينة أصيلة، ومجموعة اللي هي منفردة في عالم التشكيل والحفر بصفة عامة. كاين الجانب الأول اللي هو معرض ديال 45 سنة اللي تتضمن كاع واحد المجموعة ديال الفنانة، وجانب آخر اللي فيه تكريم ديال جوج الفنانة اللي اشتغلوا بداية إنشاء هذا المحترف، اللي هي لا ملكة أكزني من المؤسسين، وكاين أكيمي اللي عنده تقنية خاصة ديالو كذلك، وهو من مرواد ديال محترف أصيلة. وكاين معرض ثالث اللي كاين في الديوان اللي فيه واحد المجموعة ديال الأعمال اللي تدارت من بعد كوفيد. وهذه مدة من اللي كنت صغيرة، وحنا كنت زعما تعلمنا مع الفنانين الكبار منهم بلاك بيرد بالكاهية، وكانت تجارب. وأول عمل اللي عملته هي هاد الشجرة اللي شفتو هنا من بعد هذه في 84، وكانت تجربة في حقيقة مهمة، وباقي كنمارس الحفر. وهذا العام هذا في الحقيقة هذا المعرض أول مرة غيبان، هذه مجموعة ديال الفنانة اللي دازوا في هنا وعملوا عمل جيد في الحقيقة. والسي يوسف تبارك الله عليه نض بهذه المهمة وكنشكروه. مشاركة ديالي في هذه السنة، في هذه السنة ديال 45 سنة موسم أصيلة، كان شاركت بالجدارية، جدارية أصيلة، وكمنسق مع فنانين مغاربة وفنانين أجانب، ومشاركتي أيضا مع كل هاد الفنانين اللي هما بداوا المشاركة ديالهم من 1978. وهذا شرف لي بانني كنشارك مع هاد الفنانين، ومن غير هاد المشاركه في الحفر عندي عندي معرض خاص في باهو او في مدخل القصر الثقافه، اللي هو فيه اعمال كتشمل واحد المجموعه من الاعمال اللي تنجزت منذ 3 سنوات